حبيبي بدي المقطع يا حبايب، عندي طلب بسيط من زمان طلبعتكم. طلب اكو قناه تحطكم اياها رابط بالوصف، اتمنى من الكل يروح يشترك بيها. اتمنى نفرد لكم قوه جيش ملك القصص، تفجرون الكومنتات بجيش ملك القصص، حطكم رابط بالوصف، الكل يروح يشترك. وطبعا هذه القناه تسوي مسابقات وعلى جوائز كلش خرافيه، الرابط بالوصف. الخبر الاول اللي عدى على المتابعين كشفوا محققات نارين بيوتي ويا غيث مروان، وش الغريب اللي صار بالفيديو؟ نارين بيوتي نزلت هذا المقطع على قناتها باليوتيوب، وبهذا المقطع هو من اللي شافوا المقطع لاحظوا شيء غريب، وهو انه غيث مروان هو كان قاعد يصور نارين بيوتي. تحديدا بالدقيقه 11 صار اكو انعكاس بالكاميرا او انعكاس بالمرايه مال السياره، كان واضح بيه انه غيث مروان قاعد يصورها. الاشخاص صاروا يقولون انه هذا الدليل انه غيث مروان هو برتقاله اللي كان تقول عليها نور ستارز انه هي قاعده تصور نارين بيوتي. اكتبونا يا حبايبي بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر، وهل انتم تعرفون هذا الشيء او لا. الخبر الثاني عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فاول يوتيوبر عندنا هو نور مارف. نور مارف نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات اعلن من خلال انه هو حاليا قاعد يصور شويه سكتشات ويا الفريق، وراح ينزلها بمقطع يوم السبت على قناته الاساسيه الساعه بالاربعة. رحتكم هذه الستوريات اللي حابين نشوفها كامل. يا جماعه حاب اخبركم من هلا انه يوم السبت راح يكون في سكتش على قناتي الاساسيه باليوتيوب الساعه 4. هلا خلصنا سكتش، خليكم جاهزين يوم السبت الساعه 4 فيديو حريقه. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدفه هو غيث مروان، وصل قناته باليوتيوب ل 300 الف متابع، قناه الجيمنج ان شاء الله الف مبروك وعقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسوني حبايبي انه تباركوا لي بالكومنتات على هذا الانجاز. الخبر الثالث اللي عدنا عن مريانا، وصول قناتها باليوتيوب للكافيين ل 300 الف متابع، فان شاء الله الف مبروك وعقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسوني حبايب انه تباركوا لي بالكومنتات على هذا الانجاز. الخبر الرابع اللي عدنا عن تهجم متابعين نارين بيوتي وغيث مروان على نور ستارز، فنور ستارز نزلت على حسابها بالانستغرام هذا البوست اللي كان بهذه الصوره، وفعلا كل الكومنتات اللي جت عليها كانوا يتمسخرون عليها ويستهزئون بها، كالعاده هذه دمو حقيقيين ومن هذا الكلام، ويتهجمون على ملابسها انه احنا حاليا برمضان هي قاعده تلبس هيك ملابس. فاكتبوا لنا احبابي بالكومنتات شاركوا هذا الخبر، هل تستحق التهجم اللي تعرضت له او لا. الخبر الخامس اللي عدى عن محمد جواني وياسو، ورجعهم الفولو لبعض بحساباتهم بالانستغرام بعد ما كانوا مشكله بيناتهم خفيفه، ومثل ما تعرفون اساسا ياسو كان فريق فافا نابولي، وجواني فافا نابولي كانوا يكون بيناتهم مشاكل. فاكتبوا لي يا احبابي بالكومنتات ان شاء الله الف مبروك على هذه الصلحه، وهل انتم تشوفوا فرحانين هذه الصلحه او لا. الخبر السادس اللي عدى عن باريتيوب، فباريتيوب نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات، وهذه الستوريات كالعاده يقول بها قصص رمضانيه بطريقه الخرافيه وللضحك. راح اعطيكم الستوريات اللي حابين نشوفها كامل. اي وقت كذا اشوفه كويس. احبتي الكرام، مرحبا بكم في برنامجكم خواطر بالي. يا معشر النقص، اليوم بنتكلم عن واحد من قوة كفره الكفار كانوا يشوفوه كافر، واحد كان يحسب انه اقوى من ياجوج وماجوج، ولكنه في النهاية بلع الخازوق. اليوم بنتكلم عن فرعون. فرعون قبل آلاف السنين كان ملك مصر، وزي أغلب اللي تكلمنا عنهم أحبتي في الله، فرعون برضو كان يسوق أمها. فرعون كان طاغية وشايف نفسه فوق كل الناس، وبرضو قال أنا ربكم الأعلى زي البقية. بس قبل ما يقول الكلام ده، فرعون كان نايم في قصره، وفجأة كده بدأ يحلم إنه في نار جاية من جهة بيت المقدس تحرق بيوت الأقباط اللي فرعون منهم، وما تلمس بيوت بني إسرائيل. فرعون صحى من النوم وقال هيل نا شحرد، نادى كل السحرة والمفسرين عشان يفسروا له حلمه ده. السحرة قالوا له يو اسمع الهرجة، بيولد غلام من بني اسرائيل بيكون هلاكك على يده. فرعون قال نو، الشيء ذا ما حيصير وانا عايش، اقتلوا اي مولود ذكر من بني اسرائيل. وبدأ يقتل كل ولد يولد من بني اسرائيل، اي بنت حامل من بني اسرائيل كانوا ينتظروها تولد ويقتلوا ولدها على طول اذا كان ذكر طبعا. واستمر الشطرة، بس في النهاية جو الاقباط وقالوا لفرعون يا فرعون الرجال بيخلصوا يا ابوي، ايش اللي نقتل كل ولد يولد؟ العجائز قاعدين يموتوا والاطفال ما فيش، نعمل ايه يلا؟ فرعون قال اوكي، قالوا اقتلوا الاطفال في عام واتركوهم في عام ثاني، يعني مثال اذا ولدت في السنه دي يخلوك، واذا ولدت في السنه الجايه يقتلوك. موسى عليه السلام ولد في عام القتل، وامه كانت خايفه انهم يقتلوه، ربنا اوحى لها انها تحطه في تابوت من الخشب وتحطه في النهر، فقامت سوت الشيء ده. التابوت في النهر لين وصل لضفاف بيت فرعون، اخذوا الجواري وودوه لاسيا زوجة فرعون. اول ما فتحت اسيا التابوت حبته، بس فرعون شافه وقال ناه لازم نقتله الحين. آسيا لحت على فرعون قالت لنا نخليه والحاجات دي، فرعون اوكي. كبر موسى عليه السلام في بيت فرعون بدون ما يدري فرعون انه ذا اللي بيكون سبب نهايته. وفي يوم موسى شاف واحد من بني اسرائيل وواحد من الاقباط يتضاربوا، وحاول يفارح بينهم، فوكز القبطي بعصاه ومات القبطي. الاقباط كلهم عصبوا واشتكوا لفرعون، وخلاص يعني قرروا يقتلوا موسى عليه السلام. فخاف موسى وخرج من مصر عشان لا ينقتل. في يوم من الايام موسى شاف نار كذا، هو في البريه شاف نار كذا ومشى للنار،
فلما وصل للنار سمع صوت يقول ربك فخلعن عليك انك بالوادي المقدس طوى. فاعطى ربنا الرساله لموسى عليه السلام عشان يوصلها لفرعون الكلب. مشى موسى عليه السلام لفرعون وقال له انا رسول الله وادعوك لعباده الله الواحد الاحد. فرعون قال ده منك نبي يجيب دليل عشان نصدق. فقام موسى عليه السلام رمى عصايته والعصايه قلبت ثعبان على طول، دخل يده في جيبه وطلعها بيضة كذا تتلألأ، وهذه كانت من المعجزات اللي اعطاها ربنا لموسى. فرعون قال ذا ساحر، ذيس السحر، هذا الساحر يبغى يخرجكم من الملة انت هو، لا حد يسمع كلامه. فبدأ يجمع كل السحرة الموجودين في مصر وقال لموسى اختار يوم نسوي فيه نزال بينك وبين السحرة اللي عندي. فاختار موسى يوم الزينة اللي كان يوم عيد في مصر ايام زمان. جاء اليوم الموعود السحرة وقال لهم موسى ألقوا ما في أيديكم. السحرة قاموا رموا عصيانهم وسحروا عيون الناس عشان يحسسوهم انه عصيانهم قاعدة تتحرك. فخاف موسى انه الناس تنفتن باللي سووه السحرة، فقام رمى عصايته وقلب الثعبان عظيم، بلعت كل الثعابين والعصيان الثانية. السحرة لما شافوا الشيء ذا قالوا نوب، ذيس نوت السحر، ذيس نوت السحر يا اخوان، آمنا برب موسى وهارون. السحرة كلهم آمنوا. فرعون لما شاف الشيء ذا عصب وأمر انه يقتل كل السحرة. في يوم خرج موسى ومعه قومه عشان يخرجوا من مصر ولحقهم فرعون عشان يقتلهم. ولما وصل موسى لضفة البحر قومه خاف وحسب انهم بيموتوا لانه فرعون وراهم والبحر قدامهم، فين بيروح يعني. بس اوحى الله لموسى انه يضرب بعصا. اول ما سوى موسى الشيء ذا البحر انقسم لنصين، كل نص كانه كذا جبل عظيم. ومروا موسى وقومه للجهة الثانية، فرعون لحق ودخل البحر وراهم، بس وهم في نص البحر انطبق عليهم البحر وماتوا كلهم، وصار عبرة وعظة لمن يتعظ. والحكمة من قصة اليوم لا حد يتكبر، كم مرة اقول الكلام ذا مين، لا حد يشوف نفسه. قبل كانوا ملوك جبابرة مهجدين الارض، الحين في التراب قاعدين نضحك عليهم، نسمع قصصهم ونضحك عليهم نقول قاعد ديم مدريش. تيجي انت تتكبر عشان معاك سكنات جيدة في فورتنايت ولا 20,000 متابع في الفيسبوك؟ بطل شوفت نفس لا تدكف مرة ثانية انت. وكانت هذه خواطر باري الجزء السابع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اصنع معروفا واغرس فكرة لا تيأس. وبس هنا وصلت مقطع حبايبي، مثل ما قلنا رابط قناة بالوصف، اتمنى من الكل يروح يفجر هذه القناة باللايكات وبالاشتراكات. وبس كانكم فيزي مقطع من القصص، اتمنى المقطع عجبكم، تحطون لايك تشتركوا بالقناة، ومع السلامة.